فيجري من تغيرات من السيناريوهات سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او المعرفي. وللإعلان عن هذا المؤتمر، نظمت مؤسسة الفكر العربي مؤتمرا صحفيا في بيروت، أعلنت خلاله أسماء الفائزين في جائزة الإبداع العربي، حيث فاز في جائزة الإبداع العلمي الدكتور يوسف نعيم يوسف، وبجائزة الإبداع الاقتصادي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وجائزة الإبداع المجتمعي الشيخة ماي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية، وغيرها من الأسماء. مؤسسة الفكر العربي صارت عم تلعب دور كتير كبير، يعني هيدا كنا متمنى قبل انه وزارات الثقافة العربية تسعى هي بحد ذاتها انه تعبي هذا الفراغ، ولكن فعلا نجحت مؤسسة العربي في ملء هذا الفراغ الكبير الذي يعتري الحياة الثقافية العربية، اولا من حيث شمولية عملها، هي عم تشتغل انطلاقا من مفهوم عربي شامل وواسع. أما جائزة أهم كتاب عربي، وهي جائزة جديدة تمنحها المؤسسة لأول مرة هذا العام، فسيعلن اسم الفائز بهذه الجائزة آخر شهر نوفمبر من بين القائمة القصيرة التي يبلغ عددها 6 مرشحين، والتي تم ترشيحهم للجائزة من أصل 108 مرشحين تضمنتهم القائمة الأولية. هي جائزة جديدة أطلقها صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسسة هذا العام، وتمنح لأهم كتاب عربي. سيعلن اسم الفائز آخر هذا الشهر من بين قائمة مختصرة ضمت 6 مرشحين سيعلن عنهم الآن. تجدر الإشارة إلى أن المرشحين لقائمة أهم كتاب عربي سيحصل كل منهم على مكافأة مالية قيمتها $5,000 أمريكي، فيما سيحصل الفائز النهائي على $75,000 أمريكي. سيشكل مؤتمر فكر 9، والذي سيعقد في بيروت في 8 من الشهر المقبل تحت عنوان العالم يرسم المستقبل دور العرب، مناسبة هامة من أجل الإضاءة على واقع الثقافة العربية وإطلاق مرصد الحضارات والتحاور من خلال التوأمة التي أعلنت ما بين مؤسسة الفكر العربي وشبكة يورونيوز العربية. لبرنامج المنتدى، عبد الله دهر، الإخبارية، بيروت. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت حمد العماري، المدير التنفيذي لمؤتمرات فكر. بداية أهلا بك أستاذ حمد. أستاذ حمد، إذا تكلمنا عن هذه الجائزة والدور الكبير الذي بدأت يعني تشكله من أهمية للكثير من المثقفين الذين يتطلعون للفوز بهذه الجائزة، يعني هل وصلت الجائزة للحجم الذي تم التخطيط له من أجل أن تلعب دورا أكبر في حياة المثقف العربي؟ أعتقد أن الجائزة بدأت تلعب دور مهم، ونحن طموحون أن تأخذ حجمها الحقيقي في العالم العربي، وأعتقد أن قد يكون للإعلام دورا أكبر. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر قناة الإخبارية على تسليط الضوء، لأن هذه الجائزة تعتبر من أهم الجوائز الثقافية العربية. نعم، قيمة الجائزة من ناحية يعني عملية توزيع التخصصات، يعني هل هناك تركيز يعني على التخصصات، وبالذات أنه تم حجب هذا العام الجوائز العلمية، هل هناك أسباب مثلا يعني عملية اختيار التخصصات؟ هل هناك عملية يعني انتقائية معينة للتخصصات، أم يعني كل عام بناء على المجالات التي يبرز فيها أشخاص يتم بناء عليها طرح الجائزة؟ يعني كيف يتم اختيار المجالات التي يتم من خلالها وضع جائزة مناسبة لهذا المجال؟ الجائزة شاملة وتحوي 7 قطاعات. التقنية اللي هي التي حجبت وليس العلمية، العلمية أعطيت لدكتور عالم روسي الجنسية سوري الأصل، أما الجوائز الأخرى 5 فتم توزيعها على الاقتصاد والفن والإعلام إلى آخره. وتحجب الجائزة إذا لم يكن من يتقدم لها بمستوى الجائزة. نعم، هل هناك يعني في المؤتمر التقرير العربي السنوي الثالث لتنمية الثقافة هذا العام،
يعني هل هناك تطلعات معينة من أجل إضافة مجموعة من الجوائز الجديدة وبالذات التي لم تشملها إلى الآن مؤسسة الفكر العربي؟ سمو الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسسة أطلق جائزة أهم كتاب عربي خلال مؤتمر النشر الذي عقد في بيروت السنة الماضية، وقيمة هذه الجائزة $100,000، غير طبعا القيمة المعنوية الكبيرة التي تحتويها الجائزة. اختارت اللجنة 6 فائزين، واحد منهم سوف يفوز بالجائزة الكبرى لقيمتها $75,000. كما ستقدم هذه السنة وبشكل استثنائي جائزة للأستاذ غسان تويني نظرا لتاريخه الصحافي وعمر الذي قضاه في خدمة الصحافة والإعلام العربي. نعم، الجائزة حاليا أصبحت تلعب دور كبير يعني في حياة المثقف العربي، كيف وجدت مصدرها في الوسط الثقافي العربي؟ يعني كيف وجدتم التأثيرات الإيجابية التي فعلا احدثتها؟ هناك الكثير من القصص الحمد لله، يعني من فازوا بالجائزة، أتذكر طالبة فلسطينية كانت أصغر طبيبة والآن تدرس في جامعة أمريكية في إحدى الدول الخليجية، وهي تعتبر من المتفوقين وأصغر طالبة طب في العالم. احتضنتها المؤسسة وكرمتها منذ كانت أعتقد 13 سنة. هناك كاتبة تونسية اسمها سمر مرغيني الآن كرمتها المؤسسة وهي عمر 15 سنة، الآن هي على إحدى اللجان الاستشارية وعضو في المؤسسة. مؤسسة الفكر العربي دائما تبحث عن المواهب الناشئة وتحاول أن تطورها وتدعمها، كذلك نبحث عن المفكرين والمثقفين أصحاب التجارب الناجحة ونسلط الضوء عليهم، لذلك دور الجائزة مهم. وهنا أود أن أشير أن الجائزة تحصل دائما على جانب مؤتمر مؤسسة الفكر العربي فكر الذي يتنقل من عاصمة عربية إلى أخرى، وهذه السنة يعقد برعاية فخامة الرئيس ميشيل سليمان في دولة المقر جمهورية لبنان. جميل. ما عدا الجائزة يعني أنتم سنويا يعني حينما تطلقون الجائزة، فيما بعد الجائزة ما هي الأعمال التي تقوم بها يعني مؤسسة الفكر العربي خلاف الجائزة؟ هل هناك أعمال مثلا فيما بعد الجائزة وبعد توزيعها على الفائزين، هل هناك أعمال أو خدمات تقدمها للمثقفين من خلال مكاتبها ومن خلال نشاطاتها؟ مؤسسة الفكر العربي لها العديد من الأنشطة، تكريم المبدعين والموهوبين هي أحد الأنشطة. المؤسسة تصدر التقرير الثقافي العربي، وهو أول تقرير ثقافي عربي في العالم العربي يصدر من مؤسسة عربية كذلك، ويصدر هذه السنة المرة الثالثة. كذلك المؤسسة تترجم كتاب أوضاع العالم وتترجم كتب كثيرة. بدأت هذه السنة بترجمة كتب من اللغة الصينية إلى اللغة العربية مباشرة. وكذلك المؤسسة أنشطة شبابية كثيرة. المؤسسة يعني تركز على نشاطين بحد ذاتهم، هو الشباب والتعليم. للشباب بدأنا بتعيين سفراء للشباب العرب، وهما باختيار شاب أو شابة ذو أخلاق حسنة وفاعلين في مجتمعاتهم، ويتم تعيينهم سفراء للمؤسسة في دولهم، ويقومون هؤلاء الشباب بنشر رسالة المؤسسة الثقافية في كل الوطن العربي. وكذلك للمؤسسة نشاط كبير وقوي في التعليم، وبخصوصا في دعم اللغة العربية. للمؤسسة برنامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية، وكذلك لديها برنامج لتطوير مهارات المدرسين، وذلك
وكذلك لديها برنامج لمهرجان اللغة العربية والذي بدأ هذه السنة من بيروت وسوف ينطلق لعواصم عربية أخرى. فأنشطة المؤسسة كثيرة ومتعددة. دعم المبدعين والمفكرين هي جزء من هذه الأنشطة. نعم. هل لكم يعني تجارب مع دول أوروبية أو غربية يعني حول الاستفادة من التجارب لديهم في تكريم المثقفين وزيادة النشاط الثقافي والفكري لديهم، أن يكون هناك لنا في الوطن العربي تجربة مشابهة تقوم المؤسسة بتبنيها ونقلها إلى المثقف العربي؟ مؤسسة الفكر العربي منذ أطلقها صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل كانت دائما منفتحة على العالم، ونحن في المؤسسة يعني نحاول أن ندعم الحوار العربي وكذلك الحوار العربي مع غير العرب. كان لنا تجربة في مؤتمر الإعلام العربي والعالمي. دائما نحن منفتحين للاستفادة من تجارب الأخرى، وإذا كان هناك تجارب أو جوائز أخرى يعني لا ليس هناك ما يمنع، ولكن حاليا ليس لدينا أي تعاون بالنسبة للجائزة الإبداع العربي. هناك تعاون في بعض المشاريع الأخرى إذا حصلت الفرصة. على سبيل المثال هناك ترجمة لكتاب عن مبادرات الشباب الأعمال العربي ومع كلية دبي للحكومة ومعهد بروكينغز الأمريكي. الأستاذ حمد العماري المدير التنفيذي لمؤتمر فكر من بيروت، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في برنامج المنتدى، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين وللزملاء من الإعداد سالم القحطاني وعبد النفيسة، ومن الإخراج شكر الشهري. إلى أن نلتقيكم يوم الأحد القادم في نفس الوقت في أمان الله.